فساد كبير. والله انا ما عنديش باش يعني نعطي الهويه نتاعهم، ولكن اليوم صبحوا معروفين مادام الجهاز العداله تحرك وفتح ملفات، هنالك عدد كبير من الاسماء مهما كانوا سياسيين او رجال اعمال، الكل يعرف هذو الفضائح في الساحه، في الساحه العموميه يعني الكل يتكلم عليها منذ سنوات. نزيد نضيف ربما كلمه واحده، مش من باب انتقام يعني، لان الرجل اليوم اصبح معروف انه خارج النطاق، وهو رئيس الجمهوريه السابق. رئيس الجمهوريه السابق هو الذي اسس للنظام الفاسد في البلاد، هو اللي حمى هاد الناس، هو اللي تعامل معهم، هو اللي جابهم، هو اللي عطى لهم السلطه، وهو اللي خلاهم يعبثوا باموال الشعب. وحنا ماهوش من باب انتقام للرجل لانه سير البلاد منذ 20 سنه، ولكن من باب المسؤوليه. غدا ما لازمش يجي رئيس اخر ويعمل بنفس الطريقه ويعبث بالبلاد كما لازم يكون في العداله، ولازم يشرح لماذا مارس السياسه بهذه الطرق، لماذا احمى الفاسدين، لماذا يعني اسس لهذا الفساد. هذا اللي لازم نستخلصوه كعبره للاجيال، لان انت المسؤول الاساسي في هذا الميدان، وتمر الامور كمرور الكرام يعني ما كان والو. فيعني القوي في نهايه الامر يدير واش يحب، وفي نهايه الامر حتى واحد ما يساله، حتى واحد ما يطلب منه الحساب، لان رئيس الجمهوريه هو موظف في خدمه الشعب. اي عندما يخترق القوانين ويخرج على المعروف ويخلي يحمي الفساد، عليه ان يقدم الحساب.